بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالزميلات والزملاء في هذا المؤتمر الصحفي الذي نخصصه اليوم للحديث عن الشأن الاقتصادي الأردني وتحديدا إجراءات التعافي والتكيف في ظل جائحة كورونا وما يتعلق بالاتفاقيات التي تم توقيعها ومقدار الثقة بالاقتصاد الأردني. كما تعلمون جائحة كورونا لها أثار اقتصادية كبيرة ليس على الأردن وحسب بل على جميع دول العالم، ومن البديهي أن تقوم الدول بمراجعة سياساتها المالية وسبل الإنفاق وأن تحدد أولوياتها في ظل هذه الظروف، والأردن يعمل على ذلك، شأنه شأن غالبية الدول التي تضررت بسبب هذه الجائحة. بالتزامن مع هذه المراجعة هناك إجراءات واستراتيجيات يتم بناؤها للتكيف مع هذه الأزمة والتعافي من آثارها وبدء مرحلة جديدة لمواكبتها والتخفيف من حدة الأضرار التي أصابت مختلف القطاعات. وقد بدأنا كحكومة بدعم القطاع السياحي وقطاع النقل والسياحة العلاجية، وأيضا هناك إجراءات لتوفير المنعة والحماية لقطاعات أخرى. وللحديث عن هذا الأمر اليوم سيكون معنا معالي وزير المالية الدكتور محمد العسعس للحديث عن السياسات المالية وسندات اليورو بوند، ومعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي للحديث حول مجال إنفاقات المنح والمساعدات الخارجية والثقة بالاقتصاد الأردني، بالإضافة إلى رئيس هيئة الاستثمار عطوفة الدكتور خالد الوزني للحديث عن فرص الاستثمار في ظل الوضع الراهن. وقبل أن نعطي الحديث لأصحاب المعالي والعطوفة، أود أن أشير إلى أن الموجز اليومي الإعلامي حول فيروس كورونا سينشر عقب انتهاء هذا المؤتمر، واليوم نفتقد معالي وزير الصحة، لكن بحمد الله تم إبلاغي قبل قليل أنه لم يتم تسجيل أي حالة سواء كانت محلية أو خارجية بالإصابة بكورونا. كما أود أن أشير إلى برامج التكافل والحماية الاجتماعية التي ينفذها صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنك المركزي، والتي اقتربنا من خلالها للوصول إلى حوالي 1,000,000 أسرة مستفيدة من هذه البرامج. سيتم البدء بتسليم الدفعة الثالثة للمستفيدين من برنامج دعم العاملين باليوم الأسبوع المقبل، والذي يستفيد منه قرابة 250,000 أسرة بواقع 27,000,000 دينار. كما سيتم خلال الأسبوع المقبل أيضا تسليم المستفيدين من برامج الدعم التكميلي تكافل البالغ عددهم 55,000 أسرة لهذا العام، علما بأن المبلغ المخصص لهم يصل إلى 14,000,000 تدفع بشكل ربع سنوي طبعا. ويضاف إلى ذلك الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الوطنية أو المعونات المالية الشهرية المتكررة البالغ عددها 105,000 أسرة وبمبلغ إجمالي 9,000,000 دينار شهريا. أيضا المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مستمرة في استقبال طلبات الاستفادة من برامج مساند وحماية وتمكين، وحتى اليوم بلغ عدد المستفيدين من برامج تضامن ومساند وتمكين اقتصادي 2 قرابة 466,000 مستفيد. كما بلغ عدد المنشآت المستفيدة من برنامج حماية أو برنامج حماية الموجه لقطاعي السياحة والنقل 170 منشأة، في حين وصل عدد المنشآت المستفيدة من برنامج تمكين اقتصادي 1 6,700 منشأة شملت قرابة 136,000 عامل فيها. فيما يتعلق ببرنامج التمويل الذي أطلقه البنك المركزي لدعم الشركات والمنشآت التي تضررت بسبب جائحة كورونا، وصل عدد المنشآت والشركات التي استفادت منه حتى تاريخ 7/7/2020 3,645 شركة ومنشأة. أما حجم التمويل المقدم لهذه الشركات والمنشآت فقد بلغ 360,000,000 دينار. حجم التمويل من إجمالي هذا المبلغ لغايات دفع
رواتب العاملين في الشركات والمنشآت بلغ حوالي 156 مليون دينار، استفاد منه أكثر من 75 ألف عامل وعاملة، علما بأن الحكومة تتحمل الفوائد في حال كان القرض لدفع الرواتب. متوسط قيمة القروض المقدمة للمنشآت والشركات حوالي 98 ألف دينار، والقروض التي يزيد حجمها عن 250 ألف دينار بلغت نسبتها 4% فقط، وهذا دليل على أن غالبية التمويل يذهب للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. أشكركم مرة أخرى وأرحب بأصحاب المعالي والعطوفة.